قلبي في الحملة بتاعت مثير كان لأسباب كبيرة جدا جدا، والأهداف بتاعت الفريق واضحة جدا جدا، اللي هو إحنا عايزين نحول كل الشغل بتاعنا لبيبرليس الموجود داخل النفير، ونحاول نعمل أي فاسيلتي لها علاقة بالآي تي نقوم نقدمها لهم، وسواء كان عن طريق إنه نحن نقوم نعمل ريبورتس عبر سيستم معين، أو سواء كان إنه إحنا نقوم نعمل كريتنج للسيستم من أول وجديد، وأكيد لازم إحنا نعمل لهم داتا بيس عشان تحمل كل الحاجات الموجودة كل الأوبشنات الموجودة تعمل كريتنج لإفكتيف ريبورتس. طيب والكوميونيكيشن واحدة من الحاجات دي، يعني جدا نلخص احنا الورقة اللي قدمنا احنا كفريق بتاع تقنية معلومات، هنلاقي انه احنا المفروض نعمل بيلدينج للسبلاي تشين، والمفروض نعمل اللي هو الشغل بتاع بيبدا بين ناس يربط بين ناس الفاينانس بين ناس البنكي والجماعة دي، يديهم ريبورتات او وضع الحال عندهم شنو. والخدمة الثانية احنا المفروض نقدمها لهم كوميونيكيشن عشان يكون بيبرليس، احنا المفروض نقدم لهم الخدمة بتاع شنو، نوفر لهم ايميل، وبعدين نعمل ديزايننج للويب سايت عشان نقدر نقول الشغل ده من حاجه لوكال لحاجه شنو لحاجه جلوبال، وبعدين نقدر نعمل كمبيوترايزيشن لكل السيستمز المانيوال الموجوده. احنا لما الوضع كان انه اي حاجه مانيوال، اذا في زول جاء مانيوال، اذا في دعم جاء مانيوال، اذا عايزين يسحبوا حاجه مانيوال، فلا بتقيد برضه شنو مانيوال، ونظام المانيوال مهدد بحاجات كثيره كلنا عارفينها، سواء كان داتا ابلكيشن او سواء كان انه يحصل لها دامج او بعدين صعوبه في انك تعمل داتا مايننج. وبعدين احنا المفروض نقدم لهم اي خدمه عندها علاقه بالاي تي انكلودنج نوفر لهم انترنت سيرفيس. احنا المفروض احنا كاي تي الحاجه دي المفروض نتحمل ان احنا نوفر للناس دي شنو انترنت سيرفيس. طيب انا سريع سريع ما اطول على الناس، بس هشوف الحاجه اللي انجزناها وحباصي للزول بعدين عشان نوصل. بالنسبه للموضوع بتاع الايميل سيرفيس، موضوع الايميل سيرفيس تم من 100% في اول 24 ساعه من استلام الدومين. احنا طوال عملنا خدمة بتاعت الايميل، وفرنا لكل تيم ايميل خاص به، وربطنا الايميل بتاع التيم ديا بايميل واحد من الافراد الموجودين في التيم على اساس انه يحصل له نوتيفيكيشن اذا جاء اي ايميل، يقدر يرد من ايميله بيرسونال لو كان برا السايت اللي هو برا هنا، او لو كان في السايت يقدر يرد شنو من الاوفيشال ايميل بتاع الفريق. بعد ذلك احنا عملنا اوتو ريسبوندر عشان نتاكد انه مسج وصلت او الايميل وصل. انت لما ترسل الايميل لاي وحده من الديبارتمنت ده حتجيك مسج بتاع الكونفرميشن ان انت فعلا رسلت لشنو لناس نفير ذاته، ما رسلت لشنو لناس ثانيين. بعدين اللي هو الحاجه الثالثه اللي هو ربطنا كل ايميل بواحده من شنو من اعضاء الفريق الموجودين. طيب واحده من الحاجات الثانيه اللي احنا كنا مكلفين ان احنا نعملها، شفنا طريقه لاندرويد ابلكيشن. الحاجه بتاعت الاندرويد ابلكيشن جات من انه يكون في ناس موجودين في الفيل هناك، ما تكون في طريقه انه يكونوا يستعملوا لابتوب او يستعملوا شنو كمبيوترز، فكان لازم نوفر لهم فاسيلتي عن طريق شنو؟ عن طريق الموبايل. في 72 ساعه كانت توفر لنا اوريدي سوفت وير اندرويد كان جابوا زول اللي هو كان بيشتغل على اي فيرم وير اكبر من 2.3.1 او اعلى من كده. فعلا السوفت وير مقفل وضابط ومربوط بداتا بيس اون لاين، لكن مشكلته كان بسيطه جدا. اذا كان في بيانات اتدخلت باللغه العربيه لما تتخزن في الويب سايت تتخزن بالعربي، لكن عشان نعمل لها اكسبورت اكسترنال داتا بيس كان مشكله شنو؟ ما بحصل لها ثاني شنو كودنج بطريقه صح، كانت تيجي بشكل بتاع شنو؟ بتاع رموز وغيره. الناس سعيه في الحل ده انه تحل الموضوع ده، وفي حل ثاني انه عن طريق انه يعملوا الويب سايت الموجود اصلا يعملوا له شنو؟ يوفر له شنو؟ يوفر له ويب يوفر له ويب سيرفيس. الحته بتاعت الويب سيرفيس دي وحيكون طريقه عمل كيف؟ خلينا شنو؟ الفائده بتاعته الاساسيه انه الناس هتقدر ترفع ريبورتات من الفايل، يعني الناس هناك مشت وشافت الحاجه الحاصله، ما انت تكتب وانت تستنى لحد ما زول يرجع بدي ما عندك بعيد، لما زول يرجع لك هنا انت داير داتا تكون شنو؟ داتا فعليه للحاجه الحاصله، فده بيضمن لك انه الحاجه من هناك مش لك فوائد شنو؟ ليه ويب سيرفيس؟ ليه ما بقول لك انت ما بتعيد اختراع العجله مره ثانيه؟ لما نشتغل احنا شغلنا نكتب حاجه اونلاين نعمل منها ريبورت او نعمل منها انسيدنت ريبورت تبلغ في حادثة وكذا، وثاني من الموبايل تجي نكتب الحاجة دي وتكتب مرة واحدة هنا تتعامل في الويب سيرفيس، نقدر احنا نعمل عليها اكسس من الموبايل، ممكن من الموبايل
موبايل اب اندرويد، موبايل اب ايفون، موبايل اب ويندوز، وات ايفر، ما دام متوفر الزول الديفلوبر بيقدر يشتغل في البيئه بتاعت الحاجه دي. وكل اللي هيحتاجه شنو؟ انه ينادي الفانكشنز بتاعتنا بتاعنا الحاجه المعينه. اوريدي الويب سيرفيسز جاهزه، الجزء بتاع الابلكيشن بتاعها والفورمات بتاعها كانت جاهزه، وفي دوكيومنتيشن لها ممكن تخش تعرف انه مثلا الزول ده يساعدنا ده يشتغل ديفلوبر معانا، ممكن يخش يشوف الفانكشنز هي الانبوت بتاعتها شنو؟ الاوتبوت بتاعتها شنو؟ ولو ده يشتغل الكريدنشال اللي اداها له عشان يشتغل معانا. ده الجزء بتاع الويب سيرفيس. وال في حاجة تانية بسيطة ميزة برضه في الموبايل اب، انه الزول اللي يبلغ من هناك انت ممكن تكون تقرا الكوردينيتس، فبتقدر تربط بعد ذاك مكان الحتة مع يعني الحتة اللي حصلت فيها مع مكانها في الخارج. بعد ذاك لما تكون عندك حوادث كمية انت ممكن تعرف الحوادث دي أكثر شيء عليها توجيهها، ممكن بعد ذاك تربطها مع معلومات انه الحتة دي مثلا دي منطقة مخططة عشان كده الحاجة دي، فبيديك خط سير لشنو؟ الحاجة السيئة اللي هي شنو المشاكل الخاصة تقدر تكون ظاهرة عندك. Talking about the website.